حكيمة من قيادة فذة، وهذا ما تم بالفعل، والذي أفضى إلى اتفاقية الشراكة المؤسسية بين جهاز الشرطة الفلسطينية وجامعة الاستقلال جامعة الكل الفلسطيني. الحضور الكريم، إن نواة العمل على هذه الاتفاقية كانت بتوجيهات حكيمة من مدير عام الشرطة الفلسطينية. الجامعة سيادة اليوم مفتوحة على كلية الشرطة بكل إمكانياتها، ونتمنى الشراكات اللي تتطور تزيد للأمام والشباب. إحنا اليوم يعني سعداء بالتوقيع على هذه الاتفاقية، اتفاقية التعاون، ويكون التعاون الحقيقي تم دراستها بعناية وتفاصيل محددة. نريد بالفعل من خلال هذه الاتفاقية أو من خلال هذه المذكرة أن نصل إلى التكامل الأكاديمي والمعرفي، لأن اليوم في كل دول العالم المعرفة هي أساس التطور والتحديث في كل مناحي الحياة.